الشاب السعودي قصة كفاح ونجاح إن وجد التشجيع والدعم. وعوضا عن الانتظار في طابور العاطلين عن العمل، قرر الشاب فيصل العمري والشاب فواز الزهراني وبكل جراءة الدخول لسوق العمل الحر على طريقتهم، بطموح الشاب السعودي المكافح، تاركين وراءهم الأفكار والفهم الخاطئ الذي أضطره البعض في إطار سلبي عن العمل المهني. الكل مبسوط، و يعني مبسوط ان الموجودين في المقهى هنا كلهم سعوديين، مقدمين الخدمة وصانعينها، وترددهم اغلبهم مش عشان الكافي، عشان الاشخاص السعوديين والابتسامة حقتنا اللي نعطيهم اياها. استجوبت على طول بسرعة لاني يعني حاب هذه الشغلة اللي هي الخدمة، وما في شيء زي ما قلت لك شيء يعيب الواحد. كانت الرغبة منهم في تقديم شيء مختلف تحول إلى تكوين أول فكرة في منطقة الباحة، وهو العمل في مقهى متخصص لتقديم الحلويات والمشروبات الساخنة والباردة وتحضير أفضل أنواع القهوة. وعندما تجد قهوتك أعدت بطريقة مميزة ومشروبك يحمل طعما ونكهة عالية المذاق، فإنك تبادر برسم الابتسامة ونظرة الرضا لما قدمته تلك الأيادي السعودية. ما كنت أتوقع أني ألقى صراحة شباب بالشجاعة هذه، بالأخلاق، بالأداء، شايف ولا لا. فبدت الفكرة عندي من الصيفية هذه اللي راحت، شايف ولا لا. يعني الحمد لله ودعمت فيها من الشباب، من أكثر من واحد، وهي فعلا مخاطرة، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني نجحت نجاح باهر. ولقي المقهى نجاحا وإقبالا منقطع النظير، لا سيما أنه تحول في فترته التجريبية إلى مقهى ثقافي يرتاده عدد كبير من رجال الأدب والفكر والثقافة والإعلام بالمنطقة لدعم تلك الأيادي التي وقفت في استقبالهم بكل إبداع ونشاط ومساعدتهم في رسم طريق الكفاح والنجاح. سعيد المزهر، الإخبارية، الباحث.